السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الحصة التاسعة والحصة العاشرة من دروس الوحدة الثانية في مادة النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. الحصة التاسعة: أقوم تعلماتي. التمرين الأول: تقويم التعلمات. أرتب الفلزات تصاعديا حسب سهولة تشكيلها، مستعملة أو مستعملا الأرقام من 1 إلى 4. النحاس، القصدير، الحديد، الرصاص. أكثر الفلزات سهولة في التشكيل هو الرصاص، يليه النحاس، ثم القصدير، وأكثرهم صعوبة في التشكيل هو الحديد. التمرين الثاني: تقويم التعلمات. أتمم الجمل بما يناسب: متجانس، غير متجانس، ماء وزيت، خليط، غير متجانس، ماء وقليل من السكر، خليط، متجانس، حليب وماء، خليط، متجانس، ماء وشراب الرمان، خليط، غير متجانس. التمرين الثالث: تقويم التعلمات. أكتب نعم أو لا في الخانة المناسبة. أفصل بين مكونات خليط غير متجانس ب: التحريك، لا، الترشيح، نعم، التسخين، لا، التصفيق، نعم. تقويم توليفي: أقرأ النص وأتمم الجمل بما يناسب. خلال حصة تدريب استعمل غطاس قنينة الهواء المضغوط للتنفس في الماء، واستعملت السباحة أنبوب التنفس. في نهاية الحصة شرب الغطاس كأسا من عصير البرتقال الطازج، وشربت السباحة كأس حليب. تصنع قنينة الغطس من خليط توظف خاصية الهواء لملء هذه القنينة. تصنع قنينة الغطس من خليط غازات توظف خاصية انضغاط الهواء لملء هذه القنينة. شبكة تقويم أهداف الوحدة: موضوع الوحدة، مؤشرات التمكن. الموضوع الأول: تصنيف وخاصيات المادة. مؤشرات التمكن: صرت أعرف بعض خاصيات الهواء، تعرفت احتراق البوتان في الهواء، صرت قادرة أو قادرا على وصف احتراق الفحم في الهواء، أصبحت قادرة أو قادرا على تحديد خصائص بعض الفلزات. الموضوع الثاني: الخلائط والذوبان. صرت أميز بين الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس. تعرفت كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس بواسطة التصفيق. أصبحت أعرف كيفية فصل مكونات خليط
غير متجانس بالترشيح. بينت أن الماء غير مذيب لجميع المواد. الحصة العاشرة: أدعم تعلماتي. التمرين الأول: أكتب نعم أو لا في خانات الجدول، علما بأن غاز البوتاني يتميز ببعض خاصيات الهواء. خاصيات غاز البوتاني: ينتشر، أمسكه، أراه، أشمه، يحترق، أتنفسه، له شكل خاص، له حجم خاص، سام، ينضغط. هل غاز البوتاني ينتشر؟ نعم. هل أمسكه؟ لا. هل أراه؟ لا. هل أشمه؟ نعم. هل يحترق؟ نعم. هل أتنفسه؟ لا. له شكل خاص؟ لا. هل له حجم خاص؟ كلا. هل هو سام؟ نعم. هل ينضغط؟ نعم. التمرين الثاني: أضع علامة إكس أمام الجواب الصحيح وعلامة صفر أمام الجواب الخاطئ. الهواء غير ضروري لاحتراق غاز البوتاني، هل صحيح أم خطأ؟ خطأ. احتراق غاز المدفأة في غرفة النوم المغلقة غير خطير على صحتي، هل صحيح أم خطأ؟ خطأ. أكسجين الهواء ضروري لاحتراق بنزين محرك السيارة، هل صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح. التمرين الثالث: تم طلاء 4 صفائح من الألومنيوم والفضة والنحاس وفلز نريد تحديد اسمه. تم طلاؤهم بنفس اللون. أملأ الجدول بما يناسب وأستنتج اسم الفلز. الصفائح الفلزية: يوصل الحرارة، يوصل الكهرباء، يجذبه المغناطيس. الصفيحة الأولى: صفيحة النحاس. هل النحاس يوصل الحرارة؟ نعم. هل يوصل الكهرباء؟ نعم. هل يجذبه المغناطيس؟ لا يجذبه المغناطيس. الصفيحة الثانية: صفيحة الألومنيوم. هل الألومنيوم يوصل الحرارة؟ نعم. هل يوصل الكهرباء؟ نعم. هل يجذبه المغناطيس؟ لا يجذبه المغناطيس. الآن نريد معرفة فلز الصفيحة الثالثة. هل هذا الفلز يوصل الحرارة؟ نعم إنه يوصل الحرارة. هل هو يوصل الكهرباء؟ نعم إنه يوصل الكهرباء. هل يجذبه المغناطيس؟ نعم يجذبه المغناطيس. بما أن المغناطيس يجذبه، فإن هذه الصفيحة مكونة من فلز الحديد. الصفيحة الرابعة: فلز القصدير. هل القصدير يوصل الحرارة؟ نعم. هل
يوصل الكهرباء؟ نعم. هل يجذبه المغناطيس؟ لا يجذبه المغناطيس. التمرين الرابع، أكتب صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة. أضيف ملعقة من القهوة الفورية وقطعة من السكر إلى كوب ماء مغلي. هل لا يتغير لون الحليب؟ خطأ. الماء المغلي مذيب؟ صحيح. القهوة الفورية مذيب؟ خطأ. السكر مذاب؟ صحيح. التمرين الخامس، أتمم النص بما يناسب من الكلمات التالية: المذاب، يذيب، المذيب، متجانس. عندما أضيف ملعقة من العسل إلى كوب ماء ساخن، الماء العسل، فأحصل على خليط. الماء هو والعسل هو. عندما أضيف ملعقة من العسل إلى كوب ماء ساخن، يذيب الماء العسل، فأحصل على خليط متجانس. الماء هو المذيب والعسل هو المذاب. تقويم توليفي، أضع علامة إكس في الخانة المناسبة. صحيح أم خطأ؟ الترشيح عملية تمكن من فصل مكونات خليط غير متجانس. صحيح. تتم عملية التصفيق بترك الخليط غير المتجانس في حالة سكون. صحيح. تفصل الأجسام العالقة في الخليط بالتصفيق. خطأ. الرشاحة هي الأجسام الصلبة التي تعلق بورق الترشيح. خطأ. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.